المحل اسمه جوستري، مأخوذة من كلمة كيمستري. شايفين هنا وراء في اللوحة فجوس. ممكن تجوستري، احنا مرحب بكم في جوستري. الفكرة بتاعتنا ان احنا مختبر كيميائي بنركز على اشياء بنسبة 80% الاشياء الصحية و 20% غير الصحية. الغير صحي بيكون زي الريد بول وزي الميلك شيك. احنا هنا بنسمح للزبون يدخل جوه السلابين، ان الزبون حقتك ما فيهاش غش تجاري، يعني اي زبون يجيكم يقدر يدخل بالظبط، وتضمن ان ما فيهاش بكتيريا. يعني احنا ما بنقطعش الفتحه وبنخليها هنا علشان خاطر ما تقفش عليها حشرات او تقع جواها اتربه، فلا قدر الله يسبب تسمم غزال لو في اطفال صغيره. الحاجه الاهم ان انا لو جبت البطيخ وحطيته في الخلاط هضطر ان انا اضيف له كتل وسكر ونكهات، الكاسه تجلس في السهره معاك تبقى ميه كلها. صح، اتفضل. احنا داخلين نشوف، وزي ما قال اي احد يقدر يدخل ويشوف كيف العصير. درجات التبريد اللي احنا بنتبعها من 1 لحد 5 مش بيتناشط فيها بكتيريا ولا جراثيم. الحاجه الثانيه الاهم عندي ان انا لما بفتح الثلاجه ليكم كل شيء عندي بيكون مخصص لحاجته. الاورنج مخصص للاورنج، الليمون مخصص للليمون، علشان ما نحطش مره مانجا مره جوافه، الطعم يختلط والبكتيريا بتزيد فيه. على سبيل المثال البرتقال عندي بتهيألي البرتقال ايوه بيكون في الثلاجه. أيوة. هي مبرده، لما تيجي تتعصر العصاره بتاعتها بتيجي بارده، فلذلك العصير بتاعه بينزل بارد من غير ما نضيف ثلج ولا سكر ولا ميه. فالفيتامين سي جاي لجسمك 100% 100%. اتفضل. ازاي بنستلم الفاكهه بتاعتنا؟ بنستلمها من الباب الخلفي في المكان دي، مش بندخل الكراتين بتاعتها جوه علشان خاطر الحشرات او الاسئله اللي بتكون فيها. ثاني حاجه بفرز الفاكهه لان النظيفه بتخش واللي بيستلم بنرميه. بعد كده بنبتدي ننظف الفاكهه هنا، بنبتدي نحط الميه ونغسل الفاكهه هنا، ما بنغسلهاش في الحوض. طيب. عشان الحوض ممكن الاقي عامل بينظف الادوات المضافه فيها زي الموطا والحاجات زي كده. ماشي. بعدها بنبتدي نحطها في كيس وبنمشي بستاندرد سيلين. بنحطها في كيس ليه؟ علشان نحفظها من البكتيريا، ده رقم واحد. تاني حاجه بنحطها على الميزان بجرامات معينه ماشيين عليها عشان يكون الطعم موحد. جيت النهارده خدت شيء تلاقي طعمه هو موجود. بعدها بنبتدي نحطها في الثلاجة او في الفريزر عامة. ده الأناناس احنا بنقدمه. بعد ما بنقطع الأناناس بنحطه في الكيس، بنسحب منه الهواء عشان البكتيريا بالفلوكين. بعدها بنبتدي نحط الاكسبايرد بتاعه، دي حق كاسة واحدة بس علشان خاطر ان مش مرة تكون الطعم كويس ومرة مش كويس. بعد كده بنحطها في الفريزر من سالب 12 لسالب 18 عشان القيمه الغذائيه ما تروحش بتاعت الفاكهه. بعدها بنبتدي نضربها في الخلاط من غير ما نضيف لها ثلج، لان الفاكهه نفسها خلاص بقت مجمده. فلو قعدت معاك وساحت الكاسه اللي هيسيح الاناناس نفسه او الفاكهه نفسه بالظبط، فالقيمه الغذائيه اللي انت دفعت فيها فلوس جايه لجسمك 100%. فدي الفكره، انك عقبال ما بتخش تشوف الاشياء دي وكيف حاجتك بتتعمل يكون الطلب بتاعك جاهز. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شوفوا الاختراع ده، دحين حيشرح لنا عنه. اي هذا ايه؟ مساء الخير يا فندم. دي اشياء عندي بتكون زي اسمها لاب شوف. اللاب شوف عندي بيكون اشياء فيها جنزبيل خام مع ليمون وخل تفاح. فالتقديم بتاعنا احنا بنقدمها كده. الاشياء دي بيكون ديتوكس، قاتله سموم وحارقات دهون، خاصه لمنطقه الكرش. منطقه الكرش بالظبط. أيه؟ بعدها يا فندم زي ما حضرتك شايفه احنا بنمشي بالملي، 10 ملي بتكون خل تفاح و10 ملي ليمون و10 ملي جنزبيل، ما بنزودش اكتر من كده عشان خاطر المعده. وكيف اشربه؟ ده بيتشرب كده. اي والملح بعد كده بتشربي الملح فين احطه؟ هو اوريدي فيها ملح. يعني هالديكور بس كده بالظبط. ممكن تحط الليمون مع الملح. اوكي ده هنجرب. موقع المحل في مركز الرابحه اللي فيه الايوبي وفي ساتي اسيا. شوفوا هنا جنب فلافل شاميه.